طبعا حديث القاهرة كما حديث مصر كلها عن الحدث الإلهي اللي تم بالأمس وصعود منتخب مصر إلى دور الـ16 وما لحق بهذه المباراة من أحداث وتفاصيل تدخل أحيانا في يعني حكايات ألف ليلة وليلة وتدخل مصباح علاء الدين شخصيا وجني علاء الدين شخصيا في المشهد، لكن عموما يبقى الكلام عن الكرة والكلام عن أرض الملعب وعن نتيجة المباراة ومستقبل المشاركة المصرية في بطولة الأمم الإفريقية. خليني أروح إلى ناقدنا الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ عاطف عبد الواحد مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي. أهلا بك أستاذ عاطف ومبروك صعود مصر. أهلا إبراهيم ومبروك طبعا لمصر وكل المصريين ويا رب تكون الأدوار الاقتصادية بداية مختلفة يا رب. يعني بعد اللي حصل في الدوري المجموعات وتحديدا في اخر مباراه يا رب نكون مختلفين في نتمنى ان نكون مختلفين في دوري الادوار الاقصائيه. هو والله بعد اللي حصل امبارح يعني الامر يستحق الدعاء لانه الدعاء واضح انه بيتدخل بقوه في مسيره المنتخب يعني، لكن خليني اتكلم على ما هو فني خصوصا انه البطوله يبدو يعني في ادوارها التمهيديه كلها تحمل كثير من المفاجآت ومن الأمور المدهشات والمستغربات، لكن خليني أروح لمباراة الأمس وأسأل عن تقييم الأستاذ عاطف عبد الواحد لأداء منتخب مصر، خصوصا أن احنا سمعنا كثيرا جدا على مدى الساعات التالية للمباراة وحتى الآن يعني من يمتدح الأداء المصري ومن يعتبر أن اللاعبين والمنتخب قدم أداء قويا رغم نتيجة تنتهي 2-2 ورغم يعني ان احنا صعودنا كان صعود شديد الصعوبة وصعود باقدام غيرنا. المشكلة عندنا ان احنا دايما بنحلل الماتشات بالقطع او حسب النتيجة. لو بصينا فعلا للمباراة بتأني وبهدوء هنلاقي انها ما اختلفتش كتير او عن مباراتين، سواء مباراة موزمبيق او مباراة موزمبيق. ادائنا دايما احنا ادائنا لا مش اداء، احنا فقدنا يا ابراهيم اهم سلاح عندنا وهو سلاح الهيبه. احنا كان لمنتخب مصر حامل لقب 7 بطولات كان له شخصيه زي ما قلنا مع كروش وشخصيه مع كوبر وقبل كده مع طبعا مع كابتن حسن شحاته. احنا مع فيتوريا فقدنا سلاح الهيبه ما عندناش شخصيه. احنا لما بنلعب اي منتخب بيلعب قدامنا بيفرض كلمته من الاول، يعني ايه احنا لو ده سلاح الهيبه والرهبه ده ولا الفرق الاخرى المنتخبات الاخرى تطورت وتمكنت على ده لعبه محترفه مع تطورها كان حتى لما كنا بنلعب السودان في البطوله اللي فاتت وغينيا وكسبناه 1-0 كان كنت تحس ان في نوع من القلق وهو بيلعب منتخب مصر. لكن انت هنا نازل انت شفت مباراه قدام الراس الاخضر رغم انه ان المنافس بيلعب بدون اهم 7 لعيبه عنده لكن هو تحس ان هو اللي بيلعب الكوره. الحقيقه يا استاذ عاطف انا حسيت في الشوط الاول انه بيلعب كمان بغرور الراس الاخضر يعني حاله من التعالي والهدوء البارد بيطلع الكوره من زي ما اكن الفريق الاساسي بتاعه هو اللي بيلعب بيطلع الكوره من عند الجون بتاعه بنفس السيستم ونفس النهج اللي بيلعب بيه هو بيلعب بيه. الكوره بتطلع من ورا وبيوصل لعندك انت وصل. الغريب بقى يا ابراهيم ان انت لتاني مره على التوالي انت بتجيب جون وانت مفترض انك منتخب كبير وتضم مجموعه من اسماء يعني بتتكلم على 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 لعيبه لها باع في سواء حتى اللعيبه اللي هي المحليه لها باع في دار افريقيا. انت منتخب مصر سجل الهدف الثاني لمصطفى محمد تقريبا بعد يعني انت خلاص 2-1 بعد دقائق شوف ما عندكش ثبات انفعالي. احنا كنا بنطفش لو حضرتك رجعت للسيناريو ماتش احنا كنا لان احنا ما بنلعبش كوره كنا بنطفش فكان بنفقدها بسهوله فبتسد علينا. على العكس منتخب الراس الاخضر خسران وبيدور على التعادل وبيدور على التعادل ووصل له عن طريق اداء نفس اللي حصل مع غانا. احنا قدام غانا لما تقدمنا لما تعادلنا 1-1 هدف عمر مرموش بسهوله جدا منتخب غانا ضغط. ما هو ده المدهش اللي انا محتاج اسال حضرتك فيها يا استاذ عاطف انه احنا يعني كمية التعرض الدفاع بتاعنا لهجمات اصلا مش هجمات خطرة لهجمات عموما يعني في الـ3 ماتشات كانت قليلة جدا يعني نادرة. يعني غانا راحت 3 مرات لدفاعنا وموزمبيق راحت ربما 3 مرات راس الاخضر راح يمكن 3 مرات او 4 ومع ذلك بيحطوا جولين من اصل 3 هجمات ده شيء مفزع خصوصا
اللي يفزع اكتر انه التحليل الفني كله اللي سمعناه امبارح ولغايه النهارده قائم على تحيه وتعظيم لخط الوسط امام عاشور ومروان عطيه، واظن كان بنتكلم عن زيزو في الشوط الاول، بنتكلم في الشوط الثاني بعد تغييره. لكن هذا يعني انت فريق بيخش في الجونين منهم جول في بعد دقيقتين، ووسط ثلاث مباريات بيخش في ست جوال، ومع ذلك بنحيي وسط الملعب وظهيري الارتكاز ولا محوري الارتكاز، وبنهاجم النني عشان لعب وحش فداخل فينا جونين، وبنعظم جدا في مروان عطيه وهو لاعب رائع بالمناسبه برضه دخل فينا جونيل. فيعني مش فاهم، مش مشكله لعيبه اطلاقا الموضوع يبدو. زي ما اتمنى ابراهيم نفسه، الناس اللي كانت بتطالب ان ليه حمد فتوح ما يلعبش، ليه حمد فتوح ما يلعبش، اول ناس بعد دقايق مشات حمد فتوح قال لازم يتغير. وما شفتش برضه قيمه كبيره عملها محمد حمدي مختلفه محمد عن اللي عمله فتوح يعني خالص، بالعكس. ومحمد هاني وعمر كمان بيلعب واحد. ما فيش اختلاف، ما فيش اختلاف استاذ ابراهيم. احنا في 21 على مدار كل البطوله بالكامل هدفين، خساره قدام نيجيريا هدفين في مرمانا، ثم 2-1 قدام المغرب، وبقيه الماتشات ومع ان فيهم ثلاث مباريات احنا لعبنا 120 دقيقه لان كان عندك نهج بتلعب بيه انت دلوقتي. ما اسهل ان انت تروح لدفاع منتخب مصر وتسجل الان جدا، يعني انت ما عندكش ثقه خالص. وبعدين انت كمان ايه ده بيخش في جوان بعد ما المفترض ان انت عندك نوع من الثبات الانفعالي وعندك اتزان ان انت منتخب كبير، بعد ما تسجل تقدر تقف على رجليك، تكون رجليك لم يحدث اطلاقا في اي مباراه من الثلاثه خالص. انت قدام غانا مجرد ما سجلت مرموش سجل، غانا اتحركت قامت جايه رايحه اسمه قندوز جاب الجول الثاني 2-1، واحنا بنلاعب الراس الاخضر مصطفى محمد بيسجل واحد من اجمل الاهداف وخلاص، وانت مفترض ان انت معنويا بيت عالي بسهوله جدا بينظم منتخب راس اخضر صفوفه. طب كويس، هل يمكن بقى اصلاح هذا الامر، ولا احنا قصاد مشهد سيتكرر بنفس الطريقه معتمدين على الحماس وبنسميه خطه على ولاء اللعيبه اللي يعني قميص منتخبهم وبنسميه عرض مشرف، انما على المستوى الفني الحقيقه يعني اداء مهترئ للغايه جدا. اتفق معاك تماما. بص انا اكتر حاجه قلقاني ان انا ممكن اتوقع ان منتخب مصر يوصل المباراه النهائيه، بس انا لا هو بالتدخل السماوي بتاع امبارح ممكن ناخد البطوله يعني كده يعني احنا بنعمل ده. احنا شوف ان فريق موزمبيق بيسجل هدفين في الدقيقه 90 والدقيقه 93، ولما تشوف الاجوان كمان اخطاء غايه في السذاجه ما تتكررش. مثلا يعني مثلا اخطاء لو غانا ما غانا وضعها صعب قوي برضه يعني ضعيفه للغايه. وغانا طبعا وخد بالك غانا، عشان بس الناس بتتكلم انه ليه منتخب غانا، لا منتخب غانا دي ثاني بطوله على التوالي بيطلع من دور المجموعات، صح؟ مش مفاجاه عشان بس الناس اقولش ايه يعني. انا مش حاسب ان دي يعني ممكن اتكلم على غانا الاستوائيه وكوت ديفوار، ممكن اتكلم على الراس الاخضر، ممكن اتكلم على، لكن مش هحسب غانا مفاجاه لانه ده غانا في البطولات الافريقيه الفتره الاخيره دي ثاني بطوله على التوالي تطلع من دوري المجموعات وبهذا الاداء المتواضع. يعني مش حتى مباراه قدام مباراتهم الثلاثه كان واضح، بس انت لما تشوف لي الاهداف اللي سجلها منتخب موزمبيق تحس زي ما تقول كده ده دعاء لانه مش ممكن حد يرتكب هذه الاخطاء الساذجه في الدقائق الاخيره بدي. يعني لما يبقى ده عشان خاطر بس الشعب المصري ما يزعلش، عشان ما يزعلش، انما هتكمل كده يعني. هل فيتوريا يمتلك ادوات او يمتلك رؤيه قادره على تشكيلا قويا للمباراه القادمه؟ يعني لما بص لما هو يبدا مفترض ان انت داخل البطوله بتشكيل، فالمجموعه دي انت بتراهن عليها، لما تغير فيها مجموعه من العناصر بتحس ان انت مهزوز ومتوتر، وزي ما تقول كده واضح انه يعني ما هو مش ممكن يكون انت مثلا بتراهن على النني وحمدي فتحي وزيزو، فده التشكيل اللي انت عامله خط الوسط، وبعدين مره واحده تقوم بادئ عمال تغير فيه، واضح انك هتغيره كامل يعني، واضح بعد حد. لا انا بس عايز اسال حضرتك، لو يعني جاب ياسر ابراهيم اللي هو كان مستبعده خارج القايمه ماتشين، لو جابوا ولعبوا مكان احمد حجازي ودخل فينا جونيل، هيقولوا ايه النقاد؟ هيقولوا ايه الكباتن المعتزله اللي هي يبدو ان قضيه حياتها هو انه ياسر ابراهيم يبقى مكان احمد حجازي، زي ما كان قضيه حياتها انه مروان عطيه ينزل مكان النني وكانه ما هو احنا بالظبط كده في وجود
مروان عطيه رغم انه مقدم يعني احنا مش بنتكلم على لاعب ممتاز، لاعب هم كل اللعيبه ممتازه الحقيقه، والاول مره المستويات بين اللعيبه في المنتخب المصري ما تكونش بعيده عن بعض، يعني يقدروا يملوا مراكز بعض ببساطه. بس المحصله الرقميه بتقول احنا منتخب مصر تاز شوكوا هدفين، اللي هو كان في وجود النني دخل فينا هدفين، وفي وجود مروان عطيه دخل فينا هدفين، لما لعب كهربا ما جابش جوان. انا اقول وفي غياب امام عاشور اتحط فينا الجونين وهو لعب يعني اخر المباراه يعني، فاصرينا على تالقه، تاني مباراه دخل فينا جونين، تالت مباراه دخل فينا جونين، يعني دخل فينا جونين ملهاش اي علاقه باللعيبه، ده ارجو انه يعني ده واضح تاني، مش مرتبطه باسماء تماما خالص، مش حقيقة. لكن احنا عندنا مشكله جدا، وده فيتوريا ما لحقش نفسه فعلا في علاج هذه الاخطاء الدفاعيه اللي هي مرتبطه بالامام الخط الوسط. اصل البعض متخيل انه احنا مشكلتنا انه محمد شناوي مش مستواه وان ابو جوله لما يرجع، لا، هي المنظومه كلها عندنا عاده تتعالج وعاده الاخطاء بتاعتها تبقى قليله. زي ما قلت لحضرتك احنا بسهوله جدا بتوصل لمرمانا باقل عدد من فرص وبتسجلوا اهداف، احنا من هدفين في 21 النهارده 6 اهداف في المجموعات، صحيح، وتاهل بتاهل درامي. ولو انا في رايي لو كنا هنطلع مكافاه تاهل نبعت نصها لموزمبيق، وكوت ديفوار كمان تبعت لموزمبيق لانها ساهمت في كوت ديفوار، ده انقذت البطوله موزمبيق. يعني موزمبيق وخرج وخد معاه منتخب غانا واهل منتخب مصر وخلى فيه نسبه امل كبيره كوت ديفوار ده ممكن توصل للدور الثالث، وغالبا غالبا بدا واضحا يعني اكيد في كوت ديفوار هتنقذ. يعني سؤالي الاخير هنا، واحنا لنا لقاءات متعدده مع يعني واتمنى ان منتخب مصر يكمل حتى النهائي ويحصد البطوله باذن الله حتى لو بالطريقه العشوائيه الارتجاليه دي، لكن السؤال هنا هل يبقى فيتوريا لتصفيات كأس العالم؟ هل أنت تطمئن إلى أن هذا الرجل يدير منتخبنا في فترة للوصول لكأس العالم؟ ما هو المشكلة احنا ما عندناش اتحاد كرة بيدير، اتحاد كرة بسنة تعليمات ومش هو اللي بيدير الأمر، بدليل ان احنا مع كل التقدير. بس هو الحقيقة فيتوريا بالمستوى اللي بيقدمه ده بيتقاضى يوميا 350 ألف جنيه مصري، فهل المستوى اللي موجود ده يعني ما هو ده اي مدرب يعني من مدربين الدوري المحلي يعرفوا يكملوا؟ يعني محمد صلاح جاوب على السؤال ده، انه حتى اخبار احنا اولا تمثيلنا الاعلامي كل اسف متواضع جدا في البطوله، لكن في الاخر لما اتسال فيتوريا السؤال ده، طب لو انت ما تاهلتش ممكن يتم؟ محمد صلاح قال هيستمر. هي مش دي القصه النهارده، انا لازم يكون لا طبعا، بس هو لا يمكن لكابتن الفريق يقول على مدربه انه هيمشي لو خسرنا هنمشيه، يعني ده كلام يعني من باب التأدب والدبلوماسيه، مستحيل يحصل، لازم يتمسك بيه زي ما المدرب بيطلع يتمسك بلاعبته اللي او بلاعبه اللي عمل خطا كبير وبيثق فيه لما حد، مش مطلوب نحطم بعض واحنا بنشتغل. يعني يا ابراهيم احنا مشكله ان احنا ما عندناش اتحاد يعني مفترض ان انت عندك كويس بتشوف بتدرس الملف بالكامل فتعرف تقول صح المدرب ده من ناحيه رقميه، يعني بتعول على انه اداره الكره في مصر لا تدير شيئا، ومن ثم الوضع يمكن ان يستمر على هذا النحو. احنا يا ابراهيم خسرنا مدرب اسمه كروش، الحقيقه احنا بندير انفسنا كلاعبين بروحهم ومستواهم البطولي، لكن في النهايه الروح بتلعب. احنا لما بنتالق وبنجيد ما بيكونش انتاج فكر او 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 او, أو تكتيك معمول، وانما روح وحماس ورغبه في انك ايه يعني ما تنساش اكتر من كده، روح وحماس. بس انا متحافظ على التالق دي، احنا ما تالقناش خالص في اللي بنجيب فيها الاجوان، يعني لما بشوف اللي عمله تريزيجيه وبشوف اللي عمله مصطفى محمد بشوف اكتر من حاجات كده، يعني كان في دقائق كنا فيها كويسين مش في المجمل، ودايما شوط تاني احنا دايما رد فعل، وحتى لما بنتقدم مش عندنا الثبات الانفعالي ولا حتى الاتزان ولا التركيز اللي نقدر نحافظ على فوزنا، ودي اللي مقلقني كتير جدا جدا، وخاصه رغم انه طريق مصر يا لما تيجي تشوف احنا مثلا منتظرين المنتخب، احنا منتخب مصر خلاص خد مركز بأسوأ مركز تاني، هيقابل تاني المجموعه السادسه اللي تقريبا مرشح لها منتخب الكونغو، وبعد كده لو اتاهلنا ربنا ان شاء الله يكرمنا هنقابل منتخب الاسرائيل. انت على الورق انت كده بعيد عن المنتخب الاول، بس خلاص انتهى موضوع على الورق ولو الارض ده هو الكلام بقى، والبطوله دي اللي اثبتت ده فعلا انه ما بقاش في فوارق على الارض، مفيش حاجه اسمها منتخب تصنيف اول منتخب تصنيف ثاني او ثالث، لا البطوله دي اكدت بعد اللي حصل في كوت ديفوار، وبعد ما مصر ترتيبها الخامس في افريقيا والراس الاخضر ال 14 وده اللي شفته امبارح يعني، لكن شفنا منتخب
شفنا فرق كبير في الملعب، فرق في الاداء. انا شفت منتخب راس اخضر بيأدي الكوره، الكوره اللي هو لعبها في اول مباراه قدام غانا، ولعبها في ثاني مباراه قدام موزمبيق، ولعبها قدام نحن. يعني استاذ اطفى عبد الواحد بيقول لنا انه في هويه لراس الاخضر من اللحظه الاولى في البطوله كفريق مثال يعني، بينما مصر منتخب مصر بلا هوية طيلة هذه البطولة حتى الآن التي نتمنى أن تطول بمصر، وإنها يعني مصر تكمل فيها وتحصل على البطولة بصرف النظر عن مستوى الأداء في النهاية. النتيجة واضح جدا إنها بين يدي الرحمن. أشكرك جدا أستاذ عطف عبد الواحد مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، ناقدنا الكبير.